أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم وعلي ضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسمي منتقمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي لا يقسمها تأتي على حساب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرمين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين له صبرا متى تدعوه الأهوال يا انهزيمي وأذن لي صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجيمي والآل وصحبي ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مارا ناحت عذبات الباني ريح صبا وأطراب العيسى حد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم
يقدمون بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم. يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت ستين مرمئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم. فرج بها كربنا يا واسع الكرم.